السلام عليكم، أنا اسمي يوسف حسنين، عمري 12 سنة، الصف الثالث الابتدائي. هوايتي هي المونتاج والبرمجة والحاسوب والتكنولوجيا بصورة عامة. البرمجة بديت قبل سنتين من كان عمري 9 سنين، والمونتاج من كان عمري 8 سنين، يعني قبل 3 سنين. بديت من المدرسة، لأنه البرمجة عن طريق السكراتش هو كان عندنا درس إثرائي من ضمن مدرستنا، وأنا حبيتها وبديت أطور على نفسي، وأهلي هم ساعدوني بالأفكار وتطويرها. والدي ووالدتي اللي ساعدوني وحفزوني ومن دروا بي أنا أحب البرمجة، اشتروا لي لابتوب ونزلوا البرنامج وبديت أبرمج عليه، وساعدوني بالأفكار وتطويرها وساعدوني بالبرامج. موهبتي ما أثرت على دراستي، لأنه أنا عندي وقت مخصص للدراسة ووقت مخصص للحاسبة والهواية اللي أحبها. أنا أحب أصير من أكبر أنه أكون مبرمجة ألعاب. أول لعبة أنا صممتها عن طريق السكراتش هي لعبة السلة وجمع الفواكه. فكرة اللعبة أنه عبارة عن سلة تتجه نحو الفواكه باستخدام الأسهم، وأجمع الفواكه وكل فواكه لها نقاط معينة. أول كود استعملته هو الرايت أرو كي بريست، يعني إذا ضغط على السهم حتتحرك السلة من هذا الاتجاه. وثاني كود أنا استعملته من left arrow key press، يعني أنا إذا ضغطت هذا السهم راح تتجه السلة وهذا الاتجاه. هسه راح أشرح البرمجة مع الفواكه اللي هي التفاح والموز والبطيخ والعنب إلى آخره. بالبداية استعملت when flag clicked، يعني إذا ضغطنا على العلم الأخضر هذا راح تبدأ اللعبة. يقول له روح إلى مكان عشوائي، روح المكان عشوائي حتى يعني تكتمل اللعبة. كل ما يروح المكان كل ما لازم أحرك السلة وتتجه نحو الفاكهة اللي دا تنزل. بعدها يحدد أنه اللي يصير لي فوق، تصير الفاكهة لي فوق حتى تنزل تدريجيا. وراح يسوي صوت، يعني مؤثرات صوتية، ويبين وكأنه هو جمع الفاكهة. change score by 1، يعني أنا من راح أخذ الفاكهة راح أزيد السكور مالتي. و add apple to your fruit، يعني راح يضيف الفاكهة التفاح للفواكه اللي أنا استعملتها. مشروع الثاني اللي سويته هو مشروع كوروما تيست، اختبار ايش قد نسبة انه انصاب وايش قد نسبة انه ما انصاب بكورونا. فكرة المشروع يسألني اسئلة واني اجاوب يا اما بلا يا اما بنعم. طبعا هاي اللعبة انا شاركت بيها بمسابقة بمدرستنا، واني اخذت بيها المركز الثاني باحلى مشروع بالمدرسة. وهسه راح اشوفكم اياها بشكل عملي. ابدي يسألني سؤال، يقول لي هل ترتدي كمامة؟ أنا أقول له يا أما نعم يا أما لا. أنا أقول له نعم.
شاركت مسابقة كأس العرب على المستوى العربي وبرمجت مشروع قصة. هم اختاروا لي موضوع، اعطوني عدة مواضيع، انا اختارت من المواضيع الطاقة النظيفة وكيفية استغلالها. المشروع اللي سويته هو عبارة عن قصة. قصة عبارة عن عالم او دكتور يجي يشوف مدينة مظلمة ما عندها كهرباء، فهو راح يحاول يستغل الطاقة النظيفة، طاقة الشمس وطاقة الماء وطاقة الهواء، يستغلها في انتاج الكهرباء. تجي الكهرباء عند المدينة وهذا هو. نصيحتي لأولاد اللي بأمري إنه ما يضيعون وقتهم على الألعاب اللي مو مفيدة، ويلعبون الألعاب التعليمية والمفيدة، وينمون من هوايتهم اللي يحبوها، وأهم شيء ما يتركون الدراسة.